بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ دلوقتي الجزء الثاني من شابتر الريبير، اللي هي بقى الاكزامبلز على الريبير اللي احنا شرحناه يوم الاثنين. اول حاجة هنبدأ بالهيلينج بتاع الوند او الريبير بتاع الوند. لما يجي واحد يتعور ازاي هيحصل هيلينج للوند ده؟ هوت على حسب بقى اللي اتعور ده اتعور ازاي. في انواع كتير قوي للجروح. ببساطه كده، في جرح بيكون جرح نظيف وفي جرح بيكون مش نظيف. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ اول حاجه يا ولاد، الجرح النظيف ده يعني جرح مثلا زي ما يكون زي الجروح اللي بتتفتح جوه اوضه العمليات. الجراح بيدخل يعمل عمليه، بيفتح العيان، بيعمل له انسيجن. الانسيجن اللي بيعملها الجراح بتكون كلين. يعني ايه كلين؟ يعني بتكون معقمة، الادوات معقمة واوضة العمليات معقمة، تمام؟ تكون اسمها بيقولوا ان هي under complete septic conditions، يعني تحت ظروف معقمة 100%. فبالتالي ما فيش مصدر للتلوث. كمان الجراح لما بيجي ياخد جرح في العيان او ياخد انسيجن في العيان، بيقطع لير لير. مثلا الستات اللي بيعملوا سي اس، اللي بيولدوا سيزيريان سيكشن، او الناس اللي بتعمل ابدومينال سيرجري، اي حاجة بتتفتح في العيان بتتفتح ليرز. تلاقي الجراح يبدأ مثلا ان هو يفتح السكين من بره، وبعد كده يبدأ يفتح في السبكوتينيوس تيشو، وبعد كده يبدأ يفتح في ايه، في المسلز، وهكذا بيفتح لير لير. ففتحة الجراح الى جانب انها نظيفة، الى جانب ان بتبقى الايدجز بتاعت الجرح قريبة من بعضها، لان هو عارف هو بيفتح في ايه، فبالتالي بيفتح جرح بطريقة يعني محترمة. فبالتالي الايدجز بتوع الجرح، الحروف بتاعت الجرح بتبقى مقربة من بعضها، بيسموه نون جابنج ووند. يعني ايه نون جابنج ووند؟ يعني الاتنين ايدجز بتوع الجرح بيكونوا قريبين من بعض، مش بعيد عن بعض. في جروح تانية زي مثلا واحد اتعور في الشارع، واحد كان في خناقة خد مطوة، وهكذا. طبعا بتبقى under complete septic condition بقى، دي بتبقى طبعا الجرح ملوث جدا، دي اول حاجة. تاني حاجة ان الجرح بيكون جابنج. ليه؟ لان هو معمول عشوائي، واحد ضرب حد بمطوة، واحد وقع في الشارع على الرصيف على حتة ازازة عورته، فطبعا الجرح بيكون ملوث، وكمان بتكون الادجس بتوعه مش مقربين من بعض، فبيسموه unclean wound او infected wound، وبيكون gaping wound. تمام، دول النوعين من الوند اللي عايزين نعرف هما بيحصل لهم هيلينج ازاي في النهاردة دلوقتي. يعني اول حاجة هنتكلم عن الكلين ووند، او اللي هو الجرح اللي مفتوح جوه اوضة العمليات، اللي هو السيرجيكال ووند، او بيسموه اللي هو الايه، النون جابنج ووند. تمام، الجرح ده بيتميز ان فيه مينيمال دامج، ما فيهوش تكسير في التيشو عنيف. لو جينا نتخيل سوا مثلا ان ده كده الحتة دي كده، ده السكين، وده كده اللي تحت، ده السبكوتينيوس تيشو، وده الجرح، خلاص ده الووند اهو. لو لاحظتوا هتلاقوا الايدجز، طبعا الجرح او الوند ليه الحتة السوداء، هتلاقوا الايدجز بتاعت الجرح مقربين من بعض. اول حاجة لما العيان بيتعور، اللي هي في الكلين ووند، او لما ياخد الجراح يعمل فيه انسيجن، بيبدأ طبعا في شوية بلاد فيسلز بتتعور، فبتطلع دم، فبتعمل بلاد كلوت في المنطقة دهيت، في المنطقة بتاعت الانجري دي بيتكون بلاد كلوت. البلاد كلوت دي تتميز بحاجه مهمه جدا، ان هي فيها ايه، فيها فايبرين. الفايبرين ده از كوجليشن فاكتور، فالفايبرين ده بيبقى عامل بالظبط زي الصمغ، زي الجلو، فبيساعد ان احنا ايه، نلزق الجابس او نلزق الحروف بتاعه الوند ببعضها، بيلزق الايدجز ببعضها. تمام، تاني حاجه كمان اللي بيساعد ان الايدجز تقرب من بعضها، ان الجراح لما بيخلص العمليه بيقرب الحروف بتاعه الجرح بسوتشرز، بيخيطها بسوتشرز، فده برضو بيقلل موضوع الجابنج، بيخلي الايدجز بتاعه الجرح مقربه من بعضها. يبقى الفايبرين اللي في البلاد كلوت بتبقى عامله زي الصمغ بالظبط، عامله زي جلو، بيقرب حروف الجرح مع بعضها. كمان السوتشرز اللي الجراح بيخيطها في الجرح، في اللايرز بتاعه الجرح دي، برضو بتقرب الايدجز بتاعه الجرح من بعضه. تمام كده، طيب يبقى دي اول مرحله، ان في بلاد كلوت لزقت الحروف بتاعه الجرح، وكمان السوتشرز. طيب
بعد 24 ساعة تبدأ تيجي النيتروفيلز والانفلاماتوري اكسيدت، يبدأ يحصل طبعا انفلاماتوري رياكشن، يبدأ تيجي بقى الميكروفيجس والحاجات دي كلها تبدأ تاكل في البلات كلوت دي عشان تشيلها بقى خلاص تمام، عشان يحصل طبعا اكيوت انفلاميشن بالنيتروفيلز واكسيدت، وبعد كده تيجي بعدها الميكروفيج تكنس الحاجات دي كلها زي الانفلاميشن اللي احنا اتكلمنا عليها الشابتر اللي فات. بعد حوالي من 24 ل 48 ساعة احنا عندنا ايه بقى كده المحصلة في النهاية، ان احنا عندنا كده وند الايدجز بتوعه مقربين من بعض تمام، قريبين من بعض جدا، وجرح نظيف مفيهوش اي مشاكل. يبدأ بقى اول لير في الابيدرمس اللي هي مين البيزل سيل لير اللي تحت تبدأ تريجنريت تمام، تعمل بريدجنج يعني تعمل كوبري، وطبعا عشان الحروف دي الحرفين دول قريبين من بعض الجرح ده نون جابنج، فتقدر البيزل سيل تعمل كوبري وتروح توصل لمين للبيزل سيل اللي على الايدج التاني. خلاص البيزل سيل يا ولاد عملت ريجنريشن، خلاص يبقى سهل جدا ان بقيه اللايرز اللي فوق تعمل ريجنريشن، والابيدرمس هيهيل باي كومبليت ريجنريشن، هيرجع زي ما ربنا خلقه طبيعي جدا تمام. طب تعالوا بقى الديرمز تحت، الديرمز خلايا، احنا كده خلصنا الهيلينج بتاع الابيدرمز وقلنا ان هو هيهيل باي كومبليت ريجنريشن. طب تعالوا بقى الديرمز تحت، الديرمز ده عباره عن ايه؟ شويه كونكتيف تيشو فايبروبلاست تمام. الديرمز ده لما يجي يهيل هيهيل باي فايبروزس، بعد ما خلصنا الهيلينج بتاعه الديرمز بالريجنريشن يبدا بقى الديرمز اللي تحت الكونكتيف تيشو اللي تحت ده هيهيل باي فايبروزس. اللي هيحصل بقى بعد حوالي 3 ايام تيجي الماكروفيج تنظف لنا المنطقه كلها من البلات كلوت والنيكروتيك ديبري والكلام ده، وتبدا الماكروفيج تطلع لنا الجروس فاكتور اللي هتساعد بقى على عمليه الريبير او الهيلينج باي فايبروزس. الفايبروزس بيبدا بالظبط بالخطوات اللي احنا اتفقنا عليها في الريكورد اللي فات، ان هي يبدا اول حاجه يعمل جرانيوليشن تيشو اللي هو عباره عن شويه كابيلاريز مع فايبروبلاست، بعد 7 ايام يتحول لفايبرس تيشو اللي هو فايبروبلاست وكابيلاريز وكولاجين، بعد حوالي 14 يوم يعمل لنا السكار اللي احنا قلنا عباره عن كولاجين بس، ما فيهوش ولا بلاد فيسلز ولا فايبروبلاست، بس السكار اللي في الوند هنا هيبقى سكار رفيع خالص لينير سكار لان الجرح نظيف وما فيهوش ماسيف دامج، فبالتالي السكار هيبقى خط رفيع قوي ممكن ما يبقاش باين. الناس مننا اللي مامتهم والده قيصري او والده اللي هي سي اس سيزيريان سيكشن، لو بص على الانسيجن بتاع السي اس هيلاقي مكانها خط كده لينير سكار، هو ده الهيلينج باي فيرست انتنشن تمام كده. طيب تعالوا لو جينا قلنا بقى الجرح اللي مش نظيف اللي هو اللي كان في جابنج الحروف بتاعته بعيدة عن بعضها ومليانة انفكشن، هيهيل ازاي الجرح ده بقى؟ طبعا الجرح ده في اكستنسيف تيشو دامج والحروف بتاعته بعيدة خالص عن بعضها، وطبعا المنطقة دي كلها مليانة هيموريج ومليانة بلاد كلوتس تمام، تيجي طبعا يحصل فيها اكيوت انفلاميشن، تيجي ماكروفيجس مع بي ان الز مع كل الحاجات دي تعمل بتاعت الايفنتس بتاعت الاكيوت انفلاميشن تيجي هنا في المنطقة تمام كده. طيب جميل، لو كنتوا تفتكروا الهيلينج باي فيرست انتنشن كان الحروف بتاعت الجرح قريبة من بعضها، فالبيزل سيلز اللي هنا قدرت تعمل بريدجنج وتوصل للبيزل سيل اللي في الناحية التانية. تعالوا الجرح اللي مش نظيف ده، الجرح اللي هو جابنج ووند الايدجز بتاعته يا ولاد بعيدة خالص عن بعضها، تيجي البيزل سيلز اللي هنا عايزه تريجنريت وتوصل للناحيه الثانيه مش قادره تعمل بريدجنج، دي بعيده جدا عنها، فنعمل ايه؟ يقول لك طيب خلاص انا هعمل لك هبني لك من تحت الاول، واول ما ابني لك من تحت هبني من تحت لغايه ما اوصل للليفل بتاع البيزل سيل تمام، واول ما اوصل للليفل بتاع البيزل سيل يبقى انا كده عملت لها كوبري تقدر تريجنريت وتمشي عليه وتوصل للناحيه الثانيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الهيلينج هنا في الجابنج ووند هيبدا يا ولاد بايه؟ من الديرمز، مش هيبدا بالابيديرمز زي ده هيبدا بالديرمز. الديرمز هيبدا يهيل بالفايبروزس اللي هو الجرانيوليشن تيشو في الاول طبعا، لغايه ما يملى الحته دي كلها بجرانيوليشن تيشو، الجرانيوليشن تيشو وصل لغايه البيزل سيل عمل لها كوبري، بعد ما عمل لها كوبري قدرت تريجنريت لغايه ما توصل للناحيه الثانيه تمام،
وبعد كده بقى بعد ما البيزل سيل حصل لها ريجنريشن، خلاص بقيه اللايرز فوق هيحصل لها ريجنريشن عادي جدا وترجع طبيعي، والديرمس تحت يكمل الهيلينج باي الفايبروزس. بس السكار هنا هيبقى عنيف شويه، هيبقى هيلينج باي اكستنسيف سكار لارج سكار. ليه؟ لان التيشو دامج هنا از اكستنسيف. يبقى تاني عندنا نوعين من الوند هيلينج، نوع اسمه هيلينج باي فيرست انتنشن، وده الهيلينج بتاع كلين ووند زي السيرجيكال ووند اللي فيه مينيمال تيشو دامج اللي بيسموه نون جابنج ووند، وفي هيلينج باي سكند انتنشن ده في الان كلين ووند اللي هو الجابنج ووند او الانفكتد ووند. الهيلينج باي فيرست انتنشن يبدا اول حاجه فورميشن اوف بلاد كلوت، دي بيبقى فيها فايبرين بيبقى عامل زي الجلو اللي بيلزق الايدجز ببعضها، الى جانب كمان ان الجراح بيقرب الايدجز بسوتشر فبيساعد جدا في عملية الهيلينج. تيجي بعد كده شوية بقى انفلاماتوري سيلز مع اكسيودت وميكروفيجز اللي هي الانفلاماتوري ايفنتس بتاعتنا العادي عشان تنظف المنطقة من الكلوت والنكروتك ديبري والكلام ده. البيزل سيل يا ولاد تقدر طبعا عشان هو الجرح الجاب بتاعته رفيعة جدا، فالبيزل سيل تقدر تعمل بريدج تبروليفريت وتعمل بريدج لغاية ما توصل للناحية التانية. بعد كده بقيه اللايرز بتاعت الابيدرمز هيحصل لها ريجنريشن، حصل ابيدرمال ريجنريشن تبدا بعد كده الدرمز هتهيل باي فايبروزس اللي بيبدا بجرانيوليشن تيشو، وبعد كده على سابع يوم يبدا بقى فايبرس تيشو، وعلى اليوم ال 14 بقى سكار، بس السكار هنا بقى لينير سكار يعني سكار رفيع قوي مش باين. لو جينا بقى الهيلينج بتاع الجابنج ووند او الانفكتد ووند، الحروف بتاعته بعيده خالص عن بعضها، تيجي البيزل سيل عايزه تعمل بريدج وتوصل للناحيه التانيه مش هتقدر، فمش هعرف ابدا الهيلينج بالابيدرمز. امال هبدا الهيلينج بايه هنا؟ هبدا الهيلينج الاول بالهيلينج بتاع الدرمز. يحصل اول حاجه ان انا املى المكان بجرانيوليشن تيشو لغايه ما اوصل فوق عند الليفل بتاع البيزل سيلز، عملت لها كوبري، فالبيزل سيلز تبدا تبروليفريت من ناحيه عشان توصل للناحيه التانيه، وبعد كده الابيدرمز يكمل هيلينج بتاعه عادي، والجرانيوليشن ديشو اللي تحت يتحول لفايبرس ديشو، وبعد كده السكار بالترتيب اللي احنا اتفقنا عليه المره اللي فاتت، بس هنا الهيلينج بيكون باي اكستنسيف سكار لان الوند هنا فيه اكستنسيف دامج. اي سكين ادانكسا، يعني ايه سكين ادانكسا؟ يعني هير فوليكل سبيشس جلاند، اي حاجه اتعورت في النص مش هيحصل لها ريجينريشن. اي سبيشال سنسوري اورجن زي الباسينيان كورباسلز والحاجات اللي هي الغريبه بتاعت الهيستولوجي والفيزيولوجي دي، لو اتعورت اي سبيشال اورجن هيتعور او اي سكين ادانكس هتتعور عمرها ابدا ما هتريجنريت، خلاص اللي اتعور منها مش هيروح مش هيرجع تاني. تمام. سؤال بيجي مهم جدا جدا في الامتحان يا ولاد، الجدول اللي عندكم في الكتاب صفحه 46، الجدول ده اللي هو compare between الهيلينج باي primary intention والsecondary intention، الجدول ده مهم جدا 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 وبيجي في الامتحان كتير قوي. اول حاجه بتبدا تقارن التايب اوف ووند، طبعا ان الفيرست انتنشن از ا كلين ووند او سيرجيكال ووند او نون جابنج، لكن في السكند انتنشن بيكون جابنج وانفكتد ووند. الفيرست انتنشن بيكون في مينيمال تيشو دامج، السكند انتنشن بيكون في اكستنسيف تيشو دامج. الهيلينج بالبرايمري انتنشن بنبدا اول حاجه الهيلينج بالابيديرمس بتهيل باي ريجينريشن وبعد كده الديرمس باي فايبروزس، لكن السكند انتنشن بيبدا الاول الهيلينج في الديرمس باي فايبروزس اللي هي جرانيوليشن تيشو، وبعد كده يبدا بعد الهيلينج بالفايبروزس تحت يبدا بعد كده الهيلينج بالريجينريشن فوق. يعني هنا الهيلينج بيبدا بالابيديرمس، لكن هنا الهيلينج بيبدا بايه؟ بالديرمس. هنا المحصله لينير سكار، سكار رفيع قوي، لكن هنا المحصله بتكون اكستنسيف سكار. في الحالتين السكن ادينكسا او الابد او اللي هي الدرمال ابندج، كلمه ابندج دي يعني سكن ادينكسا اللي هي الهير فوليكل والسبيشس جلاند والحاجات دي مش هتهيل. الكومبليكيشن بتاعت الوند هيلينج اللي هناخدها كمان شويه تفتكروا بتبقى كومن ام في اني واحد فيهم؟ المضاعفات بتاعت الوند هيلينج طبعا كومن جدا في الهيلينج باي سكند انتنشن اللي هو الجرح اللي بيبقى بايظ ومتعور. السؤال الجاي ده يا ولاد سؤال مهم جدا جدا في الامتحان، احنا اتفقنا اي كومبليكيشن او اي فيت او اي كومبير او كومبليكيشن او فيت دي من الاسئله المهمه جدا جدا في الامتحان. الكومبليكيشن بتاعت الوند هيلينج بقى ايه المضاعفات الوند هيلينج؟ ان مش هو بيعمل لنا سكار فبالتالي ممكن يعمل مشكله تجميليه اللي هي كوزمتك. تمام. تاني حاجه السكار ده
فاكرين لما قلنا السكار لما بيتكون في مرحله في الاخر فيها مايوفايبروبلاست بتعمل كونتراكشن على السكار، بتشد على السكار عشان تظبط شكله؟ تفتكروا الشده دي لو كانت حصلت فوق مفصل، لو كان الكونتراكشن بتاع السكار حصل فوق مفصل، مش هيلمت الموفمنت بتاع المفصل ده فيعمل لنا حاجه اسمها كونتراكشر؟ كونتراكشر لو سكار كونتراكشن حصل فوق جوينت يعمل لنا حاجه اسمها كونتراكشر، يعني ليميتيشن للموفمنت بتاعت الجوينت ده. طيب ممكن الاكستنسيف، ممكن مش الوند هيلينج في منه جزء بيحصل باي فايبروزس، لو حصل اكستنسيف فايبروزس، اكستنسيف فايبروبلاستيك بروليفريشن او اكستنسيف كولاجين ديبوزيشن اللي هي اوفر دان ريبير، الريبير كان بزياده قوي، بيعمل لنا حاجه اسمها الكيلويد او اللي هي الندبات، بيكون الريبير بزياده قوي، فالسكار اللي بيبقى متكون في الاخر بيعمل لي زي كلكيعه، بيعمل لنا عامل زي نوجول كده، تمام؟ ودي مين اللي بتحصل في الناس البلاك، بتبقى ليها جينيتك بريديسبوزيشن كده، بتحصل في الناس السود اكتر اللي هو الاوفر دان ريبير او الكيلويد ده، ده بيبقى فايبرس تيشو بيتكون بطريقه عنيفه جدا لدرجه انه ممكن يعمل كلكيعه كده او ماس، تمام؟ طيب والكيلويد ده ممكن يجي سؤال ريبير، يجي سؤال ديفينيشن، تمام؟ طيب بعد كده ممكن اثناء الهيلينج بتاع الابيديرمس، لو الابيديرمس ده بيحصل له هيلينج، تمام، ممكن واحده من الخلايا بتاعت الابيديرمس دي تقع تحت في الديرمس، فلما تقع تحت في الديرمس تبدا تبروليفريت وتطلع كيراتين، تعمل سيست، سيست مليان كيراتين جوه الديرمس، هتلاقي مكتوب في الكتاب عندك ان هي جوه الابيديرمس، لا غلط، السيست جوه الديرمس، خليه من خلايا الابيديرمس تقع تحت، يحصل لها امبلانتيشن تحت في الديرمس، فتبدا تبروليفريت وتطلع لنا كيراتين، تعمل لنا حاجه اسمها كيراتين فيلد سيست، سيست كده مليان كيراتين، الكيراتين بتبقى فتل كده ملفلفه حوالين بعضها، بيسموه ايبيديرمال سيست، والسيست ده موجود فين؟ موجود في الديرمس، اسمه امبلانتيشن سيست او اسمه ايبيديرمال سيست. اثناء الهيلينج ممكن ايبيديرمال سيل، سيل من الايبيديرمس تقع في الديرمس تحت، وبعد كده يحصل لها بروليفريشن وتديني كيس مليان كيراتين، تمام، يسموه ايه ده؟ implantation cyst او الابيديرمال سيست. ممكن مع اثناء الهيلينج يحصل كرونيك، يحصل ألثر او فيستولا او ساينس، زي ما احنا قلنا في الانفلاميشن ممكن يحصل ألثر، يحصل ساينس، يحصل فيستولا، تمام، وممكن دول بقى يقلبوا يبقوا كرونيك. ليه يقلبوا يبقوا كرونيك؟ عشان خاطر لسه في اورجانيزم موجود او في فورين بادي او في انفكشن، لسه اللي عامل الحاجه اللي عامله انجري في المكان موجوده ما مشيتش، يبدا الايدجست حروف الالسر دي او الساينس تراكت او الفيستولا تبدا تتحوط او يترسب فيها فايبرس تيشو وكولاجين، وساعات كمان الابيثيليا، ساعات كمان التراكت ده اللي هي الفيستولا او الساينس نلاقي طلع عليها ابيثيليوم، تلاقيها حصل فيها حاجه اسمها ابيثيليالايزيشن، تمام، ده كل ده في الكرونيك ألسر او ساينس او فيستولا. في طبعا ساعات الكومبليكيشن الوند هيلينج ان يحصل عليها كارسينوما، يحصل عليها ورم خبيث، وبالذات فين؟ لو الناس المحروقين اللي عندهم كان عندهم تعرضوا للبيرن، والبيرن ده عمل لهم ألسر، بنسميه بوست بيرن ألسر، غالبا الإيدجس بتاعة البوست بيرن ألسر دي ممكن العيان يجي بعد سنين كتير، بعد 20 سنة مثلا، بكارسينوما على الإيدجس بتاع الألسر ده اللي هو بعد البيرن، بيسموه مارجولين ألسر. البوست بيرن ألسر اللي بيحصل عليه كارسينوما بنسميه مارجولين ألسر. يبقى الكومبليكيشن اوف الوند هيلينج ممكن يعمل عندنا مشكله جماليه كوزمتيك نتيجه لوجود السكار، ممكن الكونتراكشن بتاع السكار اوفر جوينت او حاجه يعمل لنا ليميتيشن للموفمنت بتاعه الجوينت ده، يعمل حاجه اسمها كونتراكشر، ممكن اكسسيف ريبير واكسسيف فايبرس تيشو فورميشن وكولاجين ديبوزيشن يعمل لنا كلكعه كبيره، ماس، نودجول من الفايبرس تيشو بيسموها الكيلويد، ودي غالبا بتحصل في الناس السود وبتبقى ليها علاقه جينيتكس، يعني الامبلانتيشن سيست او الابيديرمال سيست، ان خلايا من خلايا الابيديرمس تقع تحت في الديرمس وتبدا تكبر تبروليفريت وتطلع كيراتين، كيراتين فيلد سيست جوه الديرمس، تمام، يحصل ألثر او ساينس تريكت او فيستولا ويبقوا لايند باكستنسيف فايبرس تيشو او كولاجين نتيجه لان في لسه اورجانيزم قاعد مش عارفين نتخلص منه او في فورين بادي، تمام، ممكن يحصل كارسينوما. امتى؟ لو ألسر بعد بيرن، واحد اتحرق وجاله ألسر بوست بيرن ألسر، نلاقي ممكن الإيدجس بتاع الألسر اللي هو بوست بيرن ده يبدأ يطلع
يبدأ بعد العيان يجيلك بعد 30 سنة من الحرق مثلا بكارسينوما، بسكويما سيل كارسينوما، يعني ورم خبيث في السكين اللي حوالين الايدجز بتاع الالسر، وده بيسموه مارجولين السر ومش عارفين سببه ليه. دي مجرد كومبليكيشن. طيب كده خلصنا الكومبليكيشن بتاعت الوند هيلينج، تمام؟ طيب وخلصنا الوند هيلينج كله. تاني اكزامبل من الهيلينج اللي هناخده النهارده حاجه اسمها هيلينج اوف النيورال تيشو. لو احنا عندنا التيشو ده سي ان اس، واحنا عارفين من الهيستولوجي ان السي ان اس ده عباره عن نيورون وجلايل سيلز. النيورون يا ولاد مش بتريجنريت ابدا، اللي بيتعور منها خلاص دي بيرمننت تيشو. يعني ايه بيرمننت تيشو؟ او يعني اللي بيتعور او اللي بيموت خلاص ما بيرجعش تاني. يا اما جلايل سيلز، الجلايل سيلز دي لما بتتعور بتهيل باي جلايوزس، والجلايوزس ده زيه بالظبط زي الفايبروزس بس في السي ان اس. يبقى الجلايل سيل بتهيل باي الجلايوزس. الجلايوزس ده يا دكتوره ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن فايبروزس بس جوه السي ان اس بنسميه جلايوزس. اتفقنا ان الفايبروزس ليه اسمين تانيين، لو جوه السي ان اس بنسميه جلايوزس، لو هو حاصل في مكان كان فيه فايبرين قبل كده بنسميه ايه؟ بنسميه اورجانيزيشن، تمام. طب ده بالنسبه للسنترال نيرفس سيستم. طب البريفرال نيرف بقى الهيلينج بتاعها بيكون عن طريق ايه؟ بيكون عن طريق ريجنريشن. باخد بالك كويس قوي، لازم تعرف كل حاجه بتهيل بايه. خدنا من شويه ان الابيدرمس بالريجنريشن، الدرمس بالفايبروزس، جينا خدنا السي ان اس، النيورون بتهيل، لا مش بتهيل اصلا، ولا ريجنريشن ولا فايبروزس. طب الجلايل سيل بالجلايوزس. طب البريفرال نيرف بيهيل بايه؟ باي ريجنريشن. تعالوا نشوف قصه البريفرال نيرف وبيهيل ازاي. شايفين دي يا ولاد ايه ده؟ هيت ده السيل بادي اهي بتاعت البريفرال نيرف، وادي الاكسون بتاعتنا، حلو تمام، ودي النيوكليوس واللي حواليها اسمه النسل جرانيولز. الاكسون بتاعنا او ده بيتكون من ايه؟ بيتكون عندنا من الخلايا الزرقاء دي اللي بيسموها الشوان سيلز او النيورولمال سيلز، تمام، وبيتكون من اكسون وحواليه مين؟ وحواليه المايلين شيس، تمام كده. حصل لأي سبب من الأسباب انجري في النيرف ده، المنطقة دي اتعورت، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل أحداث قبل التعويرة بروكسيمال أو بيسموه ريتروجريد، وبتحصل أحداث بعد التعويرة اللي هي الديستال. الأحداث اللي قبل التعويرة بيسموها ريتروجريد ديجنريشن، اللي هي اللي قبل التعويرة اللي هي اللي ناحية السيل بادي بيسموها ريتروجريد ديجنريشن. يبدأ النيرف هنا يحصل له ايه؟ اللي بيحصل في ريتروجريد ديجنريشن تلاقي السيل بادي النسل جرانيول بدأت تختفي، يحصل فيها حاجة اسمها كروماتوليسس، تمام، بس دي حاجة ريفرسبل وبترجع تاني، ده اللي اسمه ايه؟ الريتروجريد ديجنريشن. طب تحت بقى ايه اللي بيحصل؟ تحت بيحصل حاجه اسمها واليريان ديجنريشن. يعني ايه واليريان ديجنريشن؟ يعني كل الاكسون تحت بيحصل له ديس انتجريشن، كله تحت خلاص بيختفي او بيموت، تمام. يبقى الريتروجريد ديجنريشن مجرد بس ان الناس الجرانيول بتختفي، ودي حاجه ريفرسيبل، تمام كده. لكن تحت هنا اللي هي ده اللي هو الايه، ده البروكسيمال. لكن ديستال ايه اللي بيحصل؟ ديستال تحت منطقه التعويره الحته دي كلها بتموت، اللي بيموت فيها بقى الاكسون والمايلين شيس، لكن الشوان سيلز ما بتموتش، وده اسمه الواليريان ديجنريشن. يبقى النيرف لما بيتعور بيحصل فيه نوعين من الاحداث، حدث ناحيه السيل بودي وده بنسميه ريتروجريد ديجنريشن، وحدث ديستال ناحيه تحت وده بنسميه الواليريان ديجنريشن. اللي حدث اللي ناحيه السيل بودي ايه اللي هو ايه؟ ان الناس الجرانيولز تبدا تختفي، حاجه اسمها كروماتوليسس، بس خلاص ماشي. طيب ده الايه، بيبدا الاكسون فوق، الاكسون هنا ناحيه فوق يبدا يديجنريت يتكسر لغايه ما يوصل عند اول عقده من اللي هي النودز اوف رانفير، تمام، بس وبعد كده هيقف، وبعد كده تبدا الناس البادي هنا تحصل لها تختفي، بس دي حاجه ريفرسيبل. طب تحت ايه اللي بيحصل؟ كل الاكسونز بالمايلين شيس اللي حواليها بيموت، بيحصل له ديجنريشن، حاجه اسمها واليريان ديجنريشن، بس اللي بتفضل موجوده مش بتموت حاجه اسمها اللي هي الايه، الشوان سيلز، جميل. طب طبعا هنا منطقه بقى فيها نيكروتيك تيشو والكلام ده، الشوان سيلز دي او النيورولمال سيلز دي بتقوم بدور شبه دور الميكروفيج، فبتكنس لنا المنطقه وبتنظفها خالص. تبدأ بقى يا ولاد مرحلة الهيلينج. الهيلينج بيبدأ، مش احنا اتفقنا ان في هنا ديجنريشن فوق لغاية الفيرست نود اوف رانفير،
تبدأ، لكن تحت كله ميت ما عدا مين؟ ما عدا الشوان سيلز. تبدأ الشوان سيلز تبروليفريت تبروليفريت لغاية ما تقابل صاحبتها اللي تحت، تمام؟ دي أول حاجة، الشوان سيلز تبدأ تبروليفريت لغاية ما تقابل صاحبتها اللي تحت، وبتبروليفريت بنسبة معينة، تمام؟ أو يعني مثلا تلاقي كل يوم يحصل ريجنريشن لملي من النيرف، كل يوم يحصل ريجنريشن لملي، يعني لو الحتة المقطوعة كان طولها 10 سنتي تريجنريت مثلا في 100 يوم، تمام؟ بعد كده كل شوان سيل بتبروليفريت، اللي بيحصل بعد كده يبدأ الأكسون ينمو، يبدأ الأكسون يجرو، ويجرو قد ايه؟ بمعدل قد ايه؟ زي ما قلنا 1 ملي بير داي، وكل حتة أكسون بتكبر بتكون المايلين شيث اللي حواليها لغاية ما النيرف يحصل له complete regeneration. يبقى البريفرال نيرف لما بيحصل فيه انجري بتبدأ أحداث ريتروجريد ناحية السيل بادي وأحداث ناحية تحت ديستال. الريتروجريد ناحية السيل بادي إن النيرف بيحصل له ديجنريشن بيموت لغاية أول نود أوف رانفير، تمام؟ والسيل بادي بيحصل فيه كروماتوليسيس اللي هي الناس الجرانيول تبدأ تتكسر، بس دي حاجة ريفرسبل. لكن ديستال حاجة اسمها ولاريان ديجنريشن، كله بيموت ما عدا مين؟ ما عدا الشوان سيلز. تبدأ بعد كده الشوان سيلز أول حاجة بتبروليفريت، هي الشوان سيلز عشان تقابل صاحبتها اللي تحت، وبعد كده الأكسون يبدأ ينمو يعمل جروينج بمعدل ملي كل يوم، تمام؟ وكل حتة أكسون بتكبر بتكون المايلين شيث حواليها لغاية ما النيرف يحصل له كومبليت ريجنريشن. الكلام اللي انا بقوله ده هيحصل بس بشرط ايه هو؟ لو التو ايدجز بتوع الانجري كانوا على نفس اللاين، يعني بيرفكت الاينمنت. يعني ايه بيرفكت الاينمنت؟ يعني التو ايدجز دول على نفس اللاين، فدي لما يحصل لها بروليفريشن تقابل اللي تحت على طول، تمام؟ لكن افرض احنا عندنا سيفير دامج، الايدج دي في حته ودي في حته، لو كان عندي سيفير دامج الايدج اللي فوق عامله كده مثلا، تمام، والايدج اللي تحت عامله كده مش على نفس اللاين، دول كده على نفس اللاين. افرض لو كان الدامج مخلي الاتنين مش على نفس اللاين، افرض العيان عامل امبيوتيشن قاطعين حته من رجله، فالحته اللي تحت دي اصلا مش موجوده واللي فوق دي بس هي اللي موجوده لوحدها، ايه اللي هيحصل؟ الريجنريشن هيحصل بالايه؟ الريجنريشن هيحصل ان النيرف ده لما يبروليفريت هيعمل لنا ماس. الماس دي عبارة عن ايه؟ الماس دي عبارة عن شوية اكسون على شوية سترومال سيلز على شوية تيشو من الحتت اللي حواليه تعمل لنا ماس، بينفول ماس. البينفول ماس دي بيسموها الامبيوتيشن نيروما، والماس دي بيشيلوها بالسيرجري سيرجيكال. يبقى الاحداث اللي انا قلت عليها الهيلينج باي ريجنريشن مش هيحصل ابدا غير لو كان التو ايدجز بتوع النيرف الايند، يعني قصاد بعض. لكن لو التو ايدجز مش قصاد بعض ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجه اسمها امبيوتيشن نيوروما، ان الايدج اللي فوق تبدا الاكسون ده تبروليفريت وتبدا سترومال سيلز تدخل في الموضوع يعمل لنا ماس كبيره، والماس دي بينفول ولازم تتشال جراحيا، تمام؟ ده كده الهيلينج بتاع النيورال تيشو، ده الهيلينج باي النيورال تيشو اللي هو السي ان اس والبريفرال نيرف، تمام كده؟ طيب ندخل بعد كده على الهيلينج بتاع البون. البون هيلينج اللي هو بعد البون فراكشر، تفتكروا يا ولاد البون لما يحصل له فراكشر يهيل باي ريجنريشن ولا فايبروزس؟ طبعا هيهيل باي ريجنريشن، والا لو واحد اتكسر ورجله حصل له هيلينج باي فايبروزس مش هنعرف نمشي تاني، هتبقى رجلينا ماشيه على فايبرستيش وحاجه طريه. لا، لازم الهيلينج بتاع البون يحصل باي ريجنريشن. تعالوا نشوف الاحداث بتاعتنا، والرسومات بتبقى مهمه جدا لانها بتفكرك بالاحداث. سهل قوي الكلام ده كله لو حفظته برسمه، رسمه هتقضي لك الليله بتاعت الوند هيلينج والبريفرال نيرف هيلينج والبون هيلينج، رسمه هتقضي الدنيا دي كلها. اول حاجه لما الوند لما البون بيحصل له هيلينج، لو انا عندي دي كده بون، ده المارو كافيتي وده اللي هو مين؟ ده البيري اوستيوم. طب البون لما حصل له انجري حصل له فراكشر ايه اللي بيحصل؟ بيحصل عندنا ان بلاد فيسلز من البون مارو من البيري اوستيوم بتتعور، فالمنطقه دي كلها بتتملي بايه؟ بتتملي بهيماتوما. تبدا تيجي بعد كده الانفلاماتوري سيلز اللي هي النيوتروفيلز والماكروفاجز، تبدا طبعا يحصل اكيوت انفلاميشن، بعد كده تيجي الماكروفيجز تبدا تكنس المنطقه وتشيل النكروتيك تيشو اللي فيها. النكروتيك تيشو ده من ضمنه حتت عظم متكسره، حتت العظم المتكسره دي الماكروفيج مش تقدر تبلعها، تيجي خليه شبه الماكروفيج بس موجوده في العظم اسمها الاوستيوكلاست. الاوستيوكلاست دي عامله زي الماكروفيج بس جوه العظم، تبدا تشيل بقى بواقي العظم المتكسر ويكنسوا المنطقه عشان يجهزوا للايه؟
للريبير. بعد كده خلاص كنسنا المنطقة وجهزنا للريبير، يبدأ أول حاجة جرانيوليشن تيشو، يطلع شوية بلاد فيسلز وكابيلاريز يبدأوا يملوا المنطقة. بعد كده تبدأ ايه أوستيوجينيك سيلز اللي هي البون فورمينج سيلز، تبدأ تطلع لنا بون ماتريكس. ايه البون ماتريكس ده؟ حاجة اسمها أوستيويد. ده بون ماتريكس يعني بون بس مفهوش كالسيفيكيشن، مش مترصب فيه مينرالز ولا كالسيوم ولا فوسفيت، عظم طري. بعد كده الاوستيويد يبدأ يحصل فيه كالسيفيكيشن ويديني حاجة اسمها ووفن بون. الووفن بون ده بون بدائي جدا بيتكون في المنطقة، بون بدائي خالص زي البون اللي بيتكون في البيبيهات، بون بدائي مش البون بتاعنا بتاع جسمنا. الووفن بون ده يا ولاد بيسموه الايه؟ بيسموه بعد كده اللي هو الكالس فورميشن. تمام، الووفن بون ده يبدا يملا المارو كافيتي جوه البون مارو كافيتي فيسموه انترنال كالس، ويبدا يبني تحت البريوستيوم يسموه الاكسترنال كالس. واللي بيبقى تحت البريوستيوم ده او الاكسترنال كالس بيقولك اكت از سبلنت، عامل زي كبيره بتساعد على الهيلينج، بيسند البون من الناحيتين فبيساعد على الهيلينج. بعد كده يبدا الووفن بون اللي هو البون البدائي ده، الووفن بون الترتيب الكولاجين فايبرز اللي فيه بيكون مش اللي هو بتاع الماتيور بون. تبدا بعد كده الووفن بون يتحول للاميلار بون. اللاميلار بون ده البون بتاعنا بتاع الكبار. يبدا الترتيب الكولاجين فايبرز اللي فيه بيكون بطريقه معينه عشان يساعد البون على الحركه. تمام، ويبدا اللاميلار بون يحصل له ريموديلنج، يتعاد تشكيل الكولاجين فايبرز اللي فيه على حسب الدايركشن اوف ميكانيكال ستريس، على حسب اتجاه حركه العظمه دي عشان ما يضايقش في الحركه بتاعه العظمه، وبعد كده يحصل ريكومبليت ريجينريشن. يبقى المساله بتبدا ان احنا عندنا هيماتوما جايه من المارو فيسلز ومن الانجري بتاع البريوستيال فيسلز، بعد كده اكيوت انفلاماتوري ايفنت تيجي الماكروفيج تكنس المنطقه وتيجي الاوستيوكلاست تشيل النيكروتيك بون، يبدا بعد كده جرانيوليشن تيشو يملى المنطقه، تيجي بعد كده الاوستيوجينيك سيلز اللي هي البون فورمينج سيلز تبدا تحط لنا اوستيويد اللي هو البون ماتريكس، يتحول لووفن بون بيسموه كالس، زي كالس اللي هو الووفن بون اللي بيتكون ده، بيبدا يطلع في البون مارو يسموه انترنال كالس، ويبدا يطلع سب بريوستيال يسموه اكسترنال كالس، عامل زي الجبيره. بعد كده الووفن بون ده يتحول للاميلار بون. ايه الفرق اللي بين الووفن بون واللاميلار بون؟ الاثنين كالسيفايد بون عادي، عظم فيه كالسيوم وفوسفيت. الفرق في ترتيب الكولاجين فايبرز اللي جوه البون، ده ترتيب بدائي جدا مش هيساعد على حركه البون، لكن اللاميلار بون الكولاجين فايبرز اللي فيه مترتبه بطريقه منظمه اكتر اللي هو الماتيور بون بتاعنا، ويبدا يحصل لها ريموديلنج، يتعاد تشكيل الكولاجين فاي ترتيب الكولاجين فايبرز اللي فيها على حسب الدايركشن اوف ميكانيكال ستريس او حركه البون دي. تمام، نيجي بقى لسؤال خطير جدا ومهم جدا من الاسئله اللي احنا بنحبها، اللي هي الفاكتورز اللي بتديلي او اللي بتفاكتورز اللي بتارست الفراكشر بتاع البون. ايه الفاكتورز اللي بتارست الحوار ده ان هو يحصل؟ اول حاجه immobilization، العيان عمال يتحرك كتير مش ثابت، لازم طبعا العظم المتكسر لازم تثبت العيان، يحصل له immobilization. طب ما حصلش immobilization الايدجز هيبعدوا عن بعض، واكيد طبعا مش هيحصل اي هيلينج باي ريجينريشن، والهيلينج في ساعه الامبيرفكت امبيلايزيشن او انادكويت امبيلايزيشن هيتم باي فايبروزس. طب افرض الحته دي الحته اللي هي الفراكتشرد دي كان فيها سوفت تيشو، كان مثلا في انجري، الانجري طال السكين من بره دخل سوفت تيشو في الجاب دي، طبعا وجود سوفت تيشو في الحته دي هيريتارد الهيلينج، هيعاكس الهيلينج. وجود انفكشن، وجود فورين بودي في المنطقه دي هيعاكس الهيلينج. تمام، يبقى احنا عندنا لو في inadequate immobilization، وجود soft tissue او infection او bone marrow او sorry او foreign body، كل الحاجات دي هتعاكس عملية الهيلينج او هتريتارد الهيلينج. تمام، طيب كمان حاجة بتأرست او بتديلي الهيلينج بتاع البون، لو البون عنده مشكلة، عنده ديزيز فيه اصلا، ناس عندها شاشة عظام اللي هي osteoporosis، ناس عندها كانسر في العظم، العظم اصلا affected، العظم اصلا تعبان، العظم ده ممكن لوحده من غير ما العيان يتعرض لأي تروما تلاقيه فجأة العظمة اتكسرت، او ممكن يتكسر نتيجة very minor trauma، حاجة بيسموها pathologic fracture. يعني ايه pathologic fracture؟ pathologic fracture يعني فراكشر نتيجه البون ديزيز، مش فراكشر نتيجه لتروما، مش عينه اتخبط او عمل حادثه فاتكسر، لا، الباثولوجيك فراكشر ده يعني فراكشر نتيجه لوجود بون ديزيز، مرض في العظم زي الاوستيوبروزس او زي
الكانسر في العظم خلاص، فالعيان تلاقيه بيتكسر لوحده كده من غير اي تروما او ديوتو ماينور تروما. يبقى ايه الفاكتورز اللي بتديلي او ارست الهيلينج اوف ووند اوف بون فراكشر دي، تحفظوها زي اسمكم. ان ادكويت ايموبيلايزيشن او وجود فايبرس تيشو في المكان، سوري ان ادكويت ايموبيلايزيشن او وجود سوفت تيشو في المكان، وجود انفكشن او فورين بودي. والانفكشن بيدخل في حالات الكومباوند فراكشر. يعني ايه كلمه كومباوند فراكشر؟ يعني فراكشر في العظمه، وفي فراكشر في وفي كمان انجري في السكين من بره. فالسكين يدخل لنا انفكشن، والانفكشن تدخل من الانجرد سكين للعظمه جوه على طول، بيسموه كومباوند فراكشر. يعني في انجري في السكين وانجري في العظمه كمان، تمام؟ طيب يا اما ايه، يا اما اصلا العظمه فيها ديزيز قبل كده اللي بيسموه الباثولوجيك فراكشر. اخر حاجه بقى في الريكورد بتاع النهارده، الهيلينج بتاع البارينكيمال اورجان. لو كنتوا فاكرين ان المره اللي فاتت انا قلت ان البارينكيمال اورجانز دهيت عباره عن ايه، من الحاجات اللي بتهيل باي ايه، اللي هي ستيبل سيلز، اللي هي بتهيل باي ريجينريشن بس ويزن ليميتد كاباسيتي. يبقى احنا اتفقنا من المره اللي فاتت ان البارينكيمال اورجان دي ليها ليميتد كاباسيتي تو ريجينريت، بنعتبرها حاجه اسمها ستيبل سيلز. يعني اندر سيرتن كونديشن هتهيل بريجينريشن، واندر سيرتن كونديشن هتهيل باي ايه، باي الفايبروزس، تمام كده. طيب لو جينا خدنا مثلا الليفر، مثال الليفر، وده مثال مهم جدا. الليفر ده بيتكون من ايه يا ولاد؟ بيتكون من لوبيولز. كل لوبيول بتتفرق مفروق عن التانية بايه؟ ببورتال تراكت. وكل لوبيول بتتكون من ايه؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن هيباتوسايتس، تمام كده؟ يبقى الليفر ده عبارة عن لوبيولز بينها وبين بعضها بورتال تراكت، واللي كل لوبيول بينهم كل لوبيول فيها حاجة اسمها اللي هي الايه؟ الهيباتوسايتس. المهم بقى تعالوا، احنا عندنا الهيباتوسايت دي هي البارينكيما، لكن البورتال تراكت ده مين؟ ده الفريم ورك بتاع الليفر، تمام؟ حلو. لو انا عورت الهيباتوسايت بس ما قربتش من البورتال تراكت اللي هو الفريم ورك، ايه اللي هيحصل؟ الهيباتوسايت هتهيل باي ريجينريشن، وهترجع الدنيا زي الفل وما كأن ما فيهاش حاجه، تمام؟ ليه بقى؟ لان الهيباتوسايت تقعد تريجينريت تريجينريت لغايه ما تيجي هنا عند منطقه البورتال تراكت، يحصل حاجه اسمها ايه فاكرين؟ حاجه اسمها كونتاكت انهيبيشن. فخلاص مش هيحصل فيرز ريجينريشن، هتقف هنا لحد عندها، لان النورمال بورتال تراكت ده او النورمال تيشو هنا خلاص هيعمل كونتاكت انهيبيشن، ومش هيحصل فيرز ريجينريشن، تمام؟ خلاص دي لو حصل الهيلينج للهيباتوسايت، يبقى لو حصل انجري للهيباتوسايت يبقى هتهيل باي ريجينريشن. طب لو حصل انجري للفريم ورك نفسه، حصل انجري بقى للبورتال تراكت ده من غير ما مس خالص البارينكيما، يبقى البورتال تراكت ده نفسه هيهيل باي ايه؟ باي فايبروزس. ده شويه كونكتيف تيشو على بلاد فيسل هيهيل باي فايبروزس، تمام. طيب افرض الانجري اللي عندي طالت الهيباتوسايت مع البورتال تراكت، خدت بارينكيما هيباتوسايت مع فريم ورك، ايه اللي هيحصل؟ الهيباتوسايت هتهيل باي ريجينريشن، تبدا تبروليفريت تبروليفريت خلاص، وده عمال يهيل باي فايبروزس، والاثنين فيهم انجري، فالانجري مش مخليه في كونتاكت انهيبيشن، ده عمال يهيل بريجينريشن وده عمال يهيل باي فايبروزس. يبدا الليفر يبقى عباره عن ايه في الاخر؟ بدل ما هو لوبيولز بينهم بورتال تراكت، ده يتحول لنوديولز. النوديولز دي عباره عن بروليفريتد هيباتوسايتس وحواليها فايبرس سيبتا، بروليفريتد هيباتوسايتس وحواليها فايبرس سيبتا، ده بقى اللي بيسموه مين؟ السيروزس. يبقى الانجري لو حصل على مستوى الهيباتوسايت فقط تهيل باي ريجينريشن، على مستوى الفريم ورك اللي هو البورتال تراكت فقط هتهيل بالفايبروزس. طيب لو على مستوى الاثنين اتعوروا، ده يعمل الهيباتوسايت عماله تهيل بالريجينريشن والبورتال تراكت عمال يهيل باي فايبروزس، لغايه ما الليفر كله بقى عباره عن ايه؟ بدل ما هو كان لوبيولز بقى نوديولز. النوديولز دي عباره عن هيباتوسايتس حواليها فايبرس سيبتا، هيباتوسايت حواليها فايبرس سيبتا اللي بيسموه الليفر سيروزس او تليف الكبد. يبقى مهم جدا جدا عشان خاطر الام سي كيو، هيباتوسايت لوحدها هيل باي ريجينريشن، فريم ورك لوحده اللي هو بورتال تراكت لوحده يهيل باي فايبروزس. طب هيباتوسايت مع فريم ورك يهيل باي ايه؟ يعمل سيروزس او نوديولز. ايه الحاجات اللي
بتأفكت الفريم وورك بس، اللي هي تعمل الأفكت البورتال تراكت بس، حاجة زي البلهارزيزس. لما نيجي ناخد البلهارزيزس قريب هتلاقوا البلهارزيزس بأفكت البورتال تراكت بس، ما بتقربش خالص ناحية الهيباتوسايت. طب مين اللي بيضرب أو بيعمل انجري للهيباتوسايت مع الفريم وورك مع بعض؟ اللي هو الفيروس هيباتاي، الفيرال هيباتايتس، الهيباتايتس سي والهيباتايتس بي والحاجات دي، هي دي اللي بتعور الهيباتوسايت مع مين؟ مع البورتال تراكت. طيب اخر تيشو عندنا اللي هو الكدني. لو انا عورت الابيثيليوم بتاع الكدني اللي هو التوبيلر ابيثيليوم، الابيثيليوم بتاع التوبيولز، هيهيل باي ريجنريشن زي اي ابيثيليوم في جسمنا لابايل تيشو. طب لو انا عورت الانترستيشال تيشو بتاع الكدني، ايه الانترستيشال تيشو ده؟ اللي هو السرير الاستروما اللي نايمه عليها الجلوميرولاي والتوبيولز والحاجات دي. لو الانترستيشن ده اتعور يبقى هيحصل هيلينج باي فايبروزس. التوبولار ابيثيليوم ده بيهيل امتى يا ولاد؟ بيهيل في حالات التوكسنز، ان ناس تعرضت خدت توكسن، خدت دواء، الحاجات دي كلها، فتهيل باي ايه؟ باي ريجنريشن. تمام. طيب ده بيعوض التوبولار ابيثيليوم. لكن الناس مثلا اللي احنا حصل مثلا انجري، قطع البلاد سبلاي عن الكدني، عمل انفاركشن في الكدني، فهيأثر على الانترستيشن، فده هيهيل باي فايبروزس. يبقى محصلة درس النهاردة انك تعرف في التيشوز المختلفة مين بيهيل باي ريجنريشن ومين بيهيل باي فايبروزس، لان هو سؤال مهم جدا جدا في الامتحان. ايه اهم اسئلة ريتن في الدرس بتاع النهاردة؟ الكمبارزون بتوين الوند هيلينج بالبرايمري والسكندري انتنشن، سؤال خطير مهم جدا. تاني حاجة الفاكتورز اللي هي الكمبليكيشن بتاعت الوند هيلينج is very important، والفاكتورز اللي بتريتارد البون هيلينج فيري امبورتنت. تمام. ولازم تعرف كل حاجه بتهيل بايه: الابيدرمز ريجينريشن، الدرمز فايبروزس، السي ان اس لو نيورون ما ولا ريجينريشن ولا فايبروزس، ده بيرمننت تيشو. طب لو كان بريفرنت نيرف ريجينريشن، طب جلايال سيل بالجلايوزس، طب لو كان بون ريجينريشن، طيب لو كان بارينكيما زي الليفر، لو هيباتوسايت تبقى ريجينريشن، طب لو بورتال تراكت اللي هو فريم ورك فايبروزس، طب لو الاثنين مع بعض سيروزس، طب الكيدني لو تيوبولار ابيثيليوم تبقى ريجينريشن، لو انترستيشيوم يبقى فايبروزس، طب البون مارو بيهيل بايه؟ البون مارو طبعا ريجينريشن، ده هيماتوبويتك سيل خدناها لبايل سيل. طب اليوترس لو حصل فيه انجري هيهيل بايه؟ ده الاندوميتريوم، ده ايبيثيليوم، يبقى لابايل سيل، يبقى ريجينريشن. طب السموس ماسل بتهيل بايه؟ السموس ماسل دي ستيبل سيل، يبقى ليميتد كاباسيتي، يبقى احيانا ريجينريشن واحيانا فايبروزس، بس مينلي باي فايبروزس. طب لو كاردياك ماسل، لا دي بيرمننت. تمام. وهكذا اسئله في الامتحان بتيجي من كده. تمام. الابيثيليوم اللي بيلاين جسمنا عشان نبقى عارفين كل الابيثيليوم اللي هو البايل اللي بيهيل باي ريجينريشن، السكويمس ابيثيليوم. بيغطي ايه السكويمس ابيثيليوم؟ السكين، الاورال كافيتي، الانال كانال، الايسوفيجس، الفاجينا، الاكتوسيرفكس. تمام. طب الكولامنر ابيثيليوم فين؟ على طول الجي اي تي، الريسبيراتوري ابيثيليوم اس كولامنر سيليتد، الجلاندز، اي جلاندولار ابيثيليوم. طب امال الترانزيشنال ابيثيليوم ده بتاع مين؟ ده بتاع اليورينري تراكت. تمام كده. كده انا خلصت الشابتر بتاع الريبير، من اسهل الشباتر ومن اصغرها في المنهج، جميل جدا. هنزل اوديو عن اول شابتر النيوبليزيا اللي هو شابتر اسمه ديستربنس اوف جروس. الشابتر ده هنزله اوديو مش فيديو، ده شويه ديفينيشنز كده استعدادا لشابتر النيوبليزيا، هنزلها اللي انا هنزله النهارده ده اللي هو بارت 2 ريبير، والفيرست بارت بتاع النيوبليزيا اللي هي شويه ديفينيشنز كده في الاول، دي هتذاكروها لغايه يوم الاثنين، وان شاء الله يوم الاثنين بالليل او يوم الثلاثة الصبح هيبقى اول ريكورد في شابتر النيوبليزيا. تصبحوا على خير.